واليوم نشهد احتضار مظاهر الحياة العامة والعجز عن البناء والتنمية في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمات، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني بوجود الإرهاب والسلاح المنفلت. لقد أسفر فشل العملية السياسية عن انتهاكات واسعة بحق المواطنين العراقيين وانفراط العقد الاجتماعي الذي يربطهم بالسلطة والقوى الحاكمة التي فقدت شرعيتها بعد النكبات التي مرت بالبلاد في ظل هيمنتها وتسلطها، وفي مقدمة ذلك نزوح ملايين المواطنين وتغييب واعتقال الآلاف. وقد رأى العالم كله حجم انتهاكات هذه القوى حين تصدت بالقناصات والرصاص الحي لتسفك دماء أكثر من 1000 شاب عراقي أعزل خرجوا بتظاهرات ترفع شعار نريد وطن، ملتزمين بمبدأ لا عنف الذي لم يتخلوا عنه على الرغم من استمرار عنف السلطة وممارساتها القمعية المنتهكة بحقوق الإنسان والديمقراطية. إننا نطالب كشباب عراقي حر بتصفير العملية السياسية الحالية وإعادة بناء قواعدها وفق مبادئ وطنية دون محاصصة حزبي أو تمييز طائفي وقومي، ويتم ذلك عبر الدعوة العاجلة لإقامة مؤتمر وطني بإشراف أممي وحضور دولي من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد يمهد لقيام منظومة سياسية قادرة على إدارة البلاد وبناء عراق حر وقوي قادر على حماية مواطنيه من أي تدخل خارجي يعبث بأمنه الداخلي ونسيجه الاجتماعي الواحد.